مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وزعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 286 جهاز رادار محمول جديد أمريكي الصنع على رجال الأمن الوطني والدرك الملكي توصلت بها من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبلغت تكلفة شراء هذه الرادارات حسب الوزارة 24 مليون درهم منها 140 رادارا للدرك الملكي و140 للأمن الوطني و6 للمرصد الوطني للسلامة الطرقية وذكرت الوزاره انه ستجرى دوره تكوينيه لعناصر الدرك والامن لاستخدام هذه الرادارات المتطوره وذلك من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بالنسبه للامن الوطني ومن بين 30 ومبر إلى الثالث من دجنبر بالنسبة للدرك الملكي ومن أهم مميزات الرادار الأمريكي الجديد هو مسافة قياس السرعة التي تتراوح ما بين ثلاثة أمتار و2.4 كيلومتر وله أداء فائق سواء ليلا أو نهارا كما يتميز بتقريب تلقائي مع تتبع المخالفين وكذا شاشة عرض كبيرة وعالية الدقة مقاس 8.1 سنتيمتر نشكركم على حسن الاصغاء اذا اعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الاعجاب